السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في جولة يومية متجددة مع حديث الصحافة والبداية اليوم مع صحيفة ينشفق التركية والتي كتبت اليوم خبرا بعنوان واشنطن تعرب عن قلقها إزاء أنباء إعلان منطقة كردية مستقلة في سوريا وتؤكد أن موقفها دائما يدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية ويرفض تقسيمها وذكرت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الامريكيه جيم بيسكاي ان بلادها قلقه جدا بشان الانباء التي تناولتها وسائل الاعلام حول نيه حزب الاتحاد الديمقراطي بايدي اعلان منطقه كرديه مستقله شمال سوريا واكدت بيسكاي على ان موقف بلادها واضح منذ البدايه بشان الازمه السوريه قائله موقفنا دائما يدعم وحده وسلامه الاراضي السوريه ويرفض تقسيمها ورحبت المتحدثه باسم الخارجيه بانضمام المجلس الوطني الكردي الى الائتلاف الوطني لقوى الثوره والمعارضه السوريه وصفه اياه بالخطوه الايجابيه ومشيره ان على السوريين الاتفاق وتشكيل ائتلاف يشمل جميع الاطياف والاعراق والمجموعات السياسيه وفي سياق متصل نقلت وكالة أنباء الأناضول عن الائتلاف الوطني السوري قوله إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بايدي يعتبر تنظيما معاديا للثورة السورية وأضاف الائتلاف في بيان أصدره ليوم الأربعاء إن الحزب بعد إعلانه عن تشكيل الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان سوريا والتي تمثل تحركا انفصاليا يفصم بذلك اي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول الى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على اراضيها. اعزائي المشاهدين بالانتقال الى صحيفة العرب اللندنية والتي نشرت مقالا للكاتب غازي دحمان تحت عنوان سوريا خطأ استراتيجي عالمي، قال فيه: تتحول سوريا وبشكل منتظم ومتواتر إلى ثقب أسود استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، بل إنها أيضا تجر المنطقة برمتها إلى نمط من الفوضى والخراب. في ظل بروز ملامح الاستراتيجية دولية تميل إلى تهميش المنطقة والابتعاد عن مشاكلها وأزماتها بذريعة استنفاذ الجهد والمال اللازم لاستدامة الانخراط الإيجابي. في هذه المنطقة فقد تكشف أن إدارة أوباما بصدد إحداث تغيير كامل في مقاربتها للأزمة السورية يقوم على أساس تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للقضاء على أعداء واشنطن وإنهاكهم في المستنقع السوري حسب تصريحات نسبتها صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا لرئيس موظفي البيت الأبيض دينيس مكدانو واذ تندفع روسيا وايران ومعهما حزب الله وكتائب ابي الفضل العباس العراقيه الى الاتون السوري تتحول الارض السوريه الى مستقطب لمختلف انواع الجهاديين فيما يبدو انه رده فعل على اجرام النظام وحلفائه بحق الشعب السوري وختم الكاتب بالقول سوريا ثقب استراتيجي اسود لن يطول الوقت قبل أن يبتلع محيطه، كما لن يطول الأمر قبل أن تتحول إلى أزمة عالمية مستفحلة. كل السياسات التي تتبعها القوى الإقليمية والدولية لا تعدو كونها عوامل مساعدة على اتساع الثقب. هذه اللحظات الانتهازية المترددة تشبه اللحظة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. حينها وقف العالم يتفرج على أزمة راحت تكبر. حتى ابتلعت جيلا ادميا بحاله، ولم يسلم منها احد من اسيا شرقا الى امريكا غربا، واوروبا بينهما. اعزائي المشاهدين مجله عنب بلدي كتبت مقالا تحت عنوان ثورتنا بالمقدمه، قالت فيه إنما يهز أركان ثورتنا بل وما يدمرها هو افتقادنا للرزانة السياسية والإصابة بمرض الإزدواجية السياسية إذ نلاحظ كيف تتخبط بعض النخب في الصراعات الأيديولوجية والتناقضات متناسين هوية الشعب ودسترة القيم التي يؤمنون بها حيث تم إلغاء كل رأي لا يعجبهم وإقصاء كل وجه لا يرتاحون إليه اننا نراوح مكاننا في نقطه الصفر بل نزلنا دونها في العديد من المجالات واهمها العسكريه وهناك تقهقر ملحوظ لمكانه ثورتنا في المحافل الدوليه كذلك فقدنا ثقه الجار والصديق بما ارتكبناه من اخطاء وبدا الامر كوصفه جاهزه لانهاء عرس اراده الشعوب او اي اختلاف جائز باي ثوره بالدبابه والمدفع وتضيف الصحيفة قائلة إن ما تحتاجه هذه المرحلة من حياتنا الثورية هو التحلي بثقافة الدولة أي الحوار حول أقوى من المسالك لتأسيس القوة الضاربة وتجنب خلافاتنا وأفكارنا السياسية للوصول إلي سوريا الجديدة العادلة القوية المنيعة وختمت الصحيفة بالقول لذلك علينا التحلي بوحدتنا العسكرية للحفاظ على مناطقنا المحرره، وعدم الاقصاء عن الجماعه، وبعد الاسقاط نفرض سيادتنا على بعضنا، فمصيرنا السياسي والثقافي والاقتصادي واحد. بالانتقال اعزائي المشاهدين الى صحيفه ايلاف، والتي كتبت مقالا تحت عنوان: يسخرون من الضحيه، قالت فيه تشير قائمة المدعوين الى جنيف وكذا الظروف المحيطه بالمؤتمر المزمع عقده الى سخريه باذخه يمارسها المجتمع الدولي على ضفاف نهر الدم السوري المتدفق هل يمكن مقاربه الحدث بغير هذه الاوصاف رفعت الاسد بطل مجزرة حماة وقاتل السوريين يدخل على قائمه حضور مؤتمر جنيف وبواسطه العرب في بوتين المورد الاكبر للأسلحه التي تشكل آله قتل السوريين اليوميه بعناصرها المختلفه قبل رفعه الاسد كان قدر جميل معارضا ايضا ولم تمنعه صفته كنائب لرئيس الوزراء من ادعاء الصفه المعارض والامر نفسه ينطبق على علي حيدر وزير المصالحه الوطنيه وتقول الصحيفه ليست المشكله في دعوه هؤلاء لمؤتمر جنيف طالما ستجري دعوة إيران الشريك المباشر لنظام الأسد في قتل السوريين ورعاية روسيا ليست ليس بوصفها عضواً أساسياً في مجلس الأمن ولكنها بصفتها راعية للنظام وحامية للأقليات المظلومة في سوريا. وتضيف الصحيفة أيضاً: ثمة قضية أخرى يتوقع أن تكون أساسية على طاولة جنيف. وكان نور المالك قد مهد لها في زيارته لواشنطن وهي قضية محاربة الإرهاب الذي يتسع تعريفه هنا ليشمل كل فعاليات الثورة السورية حيث يسعى نظام بشار الأسد في ظل هذه الرخاوة الدولية إلى التأكيد على, جم على دمج جهوده في قتل السوريين في إطار الحملة العالمية على الإرهاب وختمت الصحيفة بالقول جنيف وفق هذه المواصفات لن يكون سوى تجهيز لمرحلة تدميرية أكثر قساوة ورعبا للسوريين، وهو لن يكون سوى موعد لمزيد من إنجازات القتل والإستباحة بحق السوريين. وختمت الصحيفة بالقول: بينما المحادثات مستمرة فإن الحرب ما زالت مستمرة على الأرض، حيث سيطر النظام على السفيرة شمال سوريا بينما سيطرت المعارضة على مناطق أخرى وحتى يصبح أحد الأطراف الداخلية أو الخارجية جاهزا لتقديم المزيد من التنازلات فإن الجمود المميت ما يزال هو القائم حتى الآن. أعزائي المشاهدين صحيفة راية القطرية نشرت مقالا تحت عنوان "وحشية غير مسبوقة" يمارسها النظام ضد السوريات قالت فيه: يقول السوريون إن الغضب الذي تأجج بعد صدور حكم بسجن مدونة شابة كان هو شرارة الثورة التي تعيشها البلاد منذ عامين ونصف العام. قبل شهر من خروج المظاهرات في مارس عام 2011 صدر الحكم على طل الملوحي 19 عاما التي كتبت مدونة عبرت فيها عن رغبتها في رسم مستقبل بلادها صدر الحكم بحقها خمس سنوات في اتهامات بالتجسس وتضيف الصحيفه ووضع الخبراء السوريه في ترتيب متدن في معظم النقاط محور الاستطلاع ومن بينها العنف ضد المراه والحقوق الانجابيه والاشراك في المجال الاقتصادي ومعامله المراه داخل الاسره والمواقف تجاهها في شؤون السياسة وفي المجتمع وذكرت محامية سورية من دمشق تحدثت إلى رويترز أن بعض المحتجزات التي تزورهن في السجون يعانين كدمات وقرحا مفتوحة في أقدامهن وجلدهن وعدوى في العين وتحمل أجسادهن بقعا من الدماء المتخثرة وقال أنور البني المحامي الحقوقي الذي يقيم في دمشق أيضا إن احتجاز النساء يتم عادة بدون اتهامات كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك روايات عن اعتداءات جنسية في السجون وخلال مداهمات الجيش إحداها لفتاة في الثانية عشر من عمرها وفيما فيما وصفته المنظمة بأنه أسلوب ممنهج للامتهان والإذلال وبالانتقال الى صحيفة الشرق الاوسط والتي نشرت مقالا لميشيل كيلو تحت عنوان هزيمه الاذكياء قال فيه دأبت روسيا تدفع ثمن الاخطاء الكارثيه التي اقترفتها في سوريا وذلك بدفاع عن نظام مجرم حكم على نفسه بهزيمه حتميه وذلك حين وضع نفسه في مواجهه داميه مع شعب صمم التخلص منه ولان روسيا بوتين تمنت منذ بداية الصراع أطروحة رأت في الحدث السوري صراع الأصولية الإسلامية ضد آخر النظم العلمانية في المنطقة ولم تر فيه مطالب مشروعة لشعب مظلوم يقوض قبولها الأصولية إسلامية كانت أم علمانية فإنها تجاهلت حقيقة تفقأ العين هي أن شعب سوريا خرج لأول مرة في تاريخه مطالبا بنظام سياسي أساسه المواطنة وحكم القانون والديمقراطية والحرية ولم يخرج بقيادة أي حزب أو تيار سياسي أو مذهبي مهما كانت هويته بخيار ماذا؟ اقترف أذكياء الكرملين غلطة لن يتمكنوا من إصلاحها حتى في حال سمحهم الشعب السوري وقبل أن يقيم ذات يوم علاقات طبيعية معهم لقد خسر الروس العلاقات المميزة التي كانت لهم مع شعب سوريا طيلة نيف وستين عاما ما الذي ستفعله روسيا غير قبول الهزيمة متى وقع في طهران ما سبق وقعه في دمشق لن يبقى لها غير جر ذيول خيبتها ببوت وسياساته ومغادرة منطقة دخلتها في الخمسينات بخيارات التحرر والتقدم ويخرجها الأمريكيون والإسرائيليون منها الآن بعد نيف ونصف قرن، لأنها احتقرت شعوبها وتجاهت مصالحها ورغباتها وربطت مصيرها بمستبدين صغار لم يرفض أحد منهم يوما أن يكون مجرد خادم صغير لخطط واستراتيجيات أمريكا وإسرائيل. أعزائي المشاهدين ونختم مع صحيفة الإيكونوميست البريطانية والتي نشرت مقالا تحت عنوان لا إشارة حتى الآن لحل وسط قالت فيه رغم كل الجهود الدبلوماسية الأخيرة إلا أن الشعب السوري ليس لديه أي وهم بأن هنالك نهاية قريبة لأزمتهم ففكرة عقد مؤتمر جنيف ظهرت بعد الهجوم الكيميائي الذي قامت به الحكومة السورية وقتلت فيه أكثر من ألف شخص حيث رضي النظام بالتسليم سلاحه الكيميائي وقد قال المبعوث العربي الدولي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في الخامس من الشهر الجاري بأن عقد مؤتمر جنيف 2 لن يكون في موعده هذا الشهر كما كان قد وعد سابقا هذا وقد كان الائتلاف الوطني السوري لم يكن قد حسم امره في المشاركه في المحادثات، فقد طالبت بضمانات بان الاسد لن يكون له اي دور حتى في الحكومه الانتقاليه. من جهه اخرى فان نظام الاسد بدا يشعر بقوه اكبر وخصوصا بعد فشل الولايات المتحده الامريكيه في تنفيذ الهجوم عليه عقب الهجوم الكيميائي على ريف دمشق. وتضيف الصحيفه بكل الاحوال فان جلب هذين الفريقين للتفاوض على طاوله واحده ليس مؤهلا للنجاح كما ان عائقا كبيرا امام عقد المؤتمر وهو دعوه ايران الى المؤتمر وهي التي ساندت النظام بكل ما اوتيت من قوه في حين ان امريكا وروسيا الداعمين الرئيسين للمعارضه والنظام يرغبان بوجود حل وسط ينهي الحرب الدائره في سوريا اعزائى المشاهدين بهذا نصل الى ختام جولتنا لهذا اليوم فى حديث الصحافه استودعكم الله فى امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته